جولة فنية وثقافية لليوم منبلشها من مهرجانات كان يلي أعلنت امبارح عن الأفلام يلي رح بتشارك بالمنافسة الرسمية للمهرجان، منافسة طبعا السعفة الذهبية. ولبنان لتاني مرة من بعد 27 سنة من بعد أول مشاركة لمارون بغدادي بفيلم أورلافي رح بيشارك بفيلم من توقيع المخرجة اللبنانية نادين لبكي. كفر نحوم هو الفيلم يلي نادين إلى تقريبا سنة ونص عم تشتغل عليه، ساعات كتير كانوا عم بيقضيها فريق العمل ما بين المونتاج طبعا والتحضير والموسيقى. هالعمل من انتاج موز برودكشنز، وهي الشركه اللي اسسها خالد مزنر زوجها لنادين لبكي، وهي اول فيلم بتنتجها هالشركه. رح منشوف سوا الفيديو لحظه تلقي نادين وفريق العمل خبر مشاركه الفيلم بالمسابقه الرسميه. عم نشوف بالفيديو نادين لبكي زوجة خالد مزنر، الدي او بي كريستوفر عون كمان، وبعض الاشخاص يلي كانوا عن جد عم بيرافقوا نادين بهالمشوار. مبروك لنادين ومبروك للبنان طبعا مشاركه كفر نحوم بالمسابقه الرسميه لمهرجانات كان. رح منتابع مع مواعيدنا، وبنظم مركز إسيل للتدخل المبكر، هالمركز التابع لمؤسسات الإمام الصدر، يوم بعنوان Play for a Cause. هنهار طبعا رح بيقدم مجموعة كبيرة من النشاطات لكل الأطفال من كافة الفئات العمرية، ورايع هنهار بعود لدعم المركز والأطفال طبعا يلي بيتعالجوا بمركز إسيل. الموعد رح بيكون ب 21 الشهر بالمشرف فيليج من الساعة 11 بالظهر لغاية الساعة 5:30 بعد الظهر. منتابع مع الأعمال المسرحية الجديدة وعمل مسرح جديد من توقيع شادي الزين بعنوان بلو أب، وهو عرض جماعي رح بيقدم الرقص التمثيل طبعا وصور وفيديوهات. العروض رح تنطلق على خشبة مسرح بيريت من 19 ل 21 نيسان على الساعة 8:30 مساء. ودائما مع الألمان المسرحية، وهالمرة من مسرح منوب الأشرفية يلي عم يستقبل عرض لمسرحية لينا تاندو. هالعمل من كتابة ألكسندر نجار وإخراج لينا أبيض، ومجموعة كبيرة من الممثلين من لبنان وفرنسا بيشاركوا فيها. عم نشوف هون جوزيان بولوس بالإضافة إلى نيكولا شيفرو، دونيا أدان، أنطوان بلابين وغيرهم بيشاركوا بهالعمل. أما أمسية اليوم فريعة بيعود لجمعية المجال يلي تعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. Sont fausses, toutes. Chez nous? Pourquoi chez nous? Elle sait que nous sommes ses parents. Je dois m'en aller de cette maison. خلاص ما بقى تحمل. Quand j'ai une fille en tête, rien ne m'arrête. منتابع مع مواعيدنا، والفنان أوليفيه لوران بوجه تحية إلى المغني العالمي الراحل جاك بريل بيمسي عنوانه بريل تو سامبلومون ب 27 28 و 29 نيسان على خشبة مسرح البستان بأوتيل البستان ببيت ماري. فعاليات مهرجان بايبود مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر لازالت مستمرة. اليوم موعد مع عرض بعنوان ترانيم بيجمع تشارلي برينس من لبنان وحور ملص من سوريا. العرض رح بيكون على الساعة 7 المساء بدي بيروت. المهرجانات الدولية اللي معودين عليها بالصيف بلشت تباعا هيك تعطي بعض المواعيد، وحتى لو ما أطلقت يمكن برامجها بصورة كاملة ورسمية. ضمن المواعيد المرتقبة وذلك ببيت مسك وبإطار السمر مسك فيستيفال، الفرقة العالمية كلين باندت يلي رح بتقدم أمسية ب 28 حزيران ببيت مسك. Yeah.
وفعالية مهرجان شاشات الواقع إكران دوريال يلي هو فيلم مهرجان يعنى بالأفلام الوثائقية. اليوم الموعد رح بيكون مع عرض فيلم A Feeling Greater Than Love من إخراج ماري جيرمانوس، والعرض رح بيكون على الساعة 8 المساء بسينما متروبوليس صوفيا. ورح يستمر مهرجان الشاشات الواقع لغاية 16 الشهر. مننتقل بمواعيدنا إلى الانديو والكونسيرفاتوار الوطني للموسيقى بمشاركة الجامعة الأنطونية، بيقدموا رائعة موزار نوس دو فيغارو طبعا بمشاركة كورال الكونسيرفاتوار، كورال الجامعة الأنطونية وكورال الانديو، وبمشاركة كاترينا ديتونو سوبرانو والتنور شادي تربي بقيادة الأب توفيق معتوق. الموعد رح بيكون اليوم على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح بشارة الراعي بالانديو. منتابع كمان مع الأعمال المسرحية الجديدة يلي رح نشوفها على خشبات المسرح ببيروت، هالمرة من مسرح المدينة لشوت. هالعمل يلي بيحمل توقيع صوفيا هادي وهو مقتبس عن عمل لألبير كاميو، عرضين ب 26 و 27 نيسان على الساعة 8:30 المساء مسرح المدينة بالحمرة. Désigné entre tous pour cette longue et constante réussite. C'était là, en somme, l'effet de ma modestie. والختام مع فرقة زقاق يلي رح بيقدموا عرض بعنوان راسين بالإيد أو Two Heads and a Hand، وهو عمل مقتبس عن نصوص لا شيكسبير، موعدين ب 26 و 27 نيسان على الساعة 8:30 مساء باستوديو زقاق بالكارنتينا. هيك منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية، خلينا ناخد فكرة عن وضع الطرقات بهالأثناء. المشغل جوزيف لبكي من غرفة العمليات مشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه منعرف كيف وضع السير حاليا على الطرقات. مرحبا. خير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون عندنا حركة سير كثيفة. نعم. للمدينة الرياضية باتجاه الكولا، كمان من الكولا عم كمل حركة سير كثيفة باتجاه نفق سنين إسلام وصولا للوسط التجاري. أوكي. حركة سير نشطة على المدخل الشرقي من الجمهور باتجاه اليرزة، كمان من السيادة عندنا حركة سير ناشطة باتجاه اقتصاد رئيس أمين لحود وصولا للكارنتينا. عندنا حركة سير اليوم ناشطة كمان من جسر العدية باتجاه الأشرفية. عندنا حركة سير كثيفة على مستديرة العدية، كذلك الأمر عندنا حركة سير كثيفة من طقاطة أصقص باتجاه بشارة الخوري. عندنا حركة سير ناشطة على إشارات كورنيش المزرعة، كمان عندنا حركة سير ناشطة على شهر المالك من الحكمة الأشرفية باتجاه برج الغزال، كمان مكملة حركة سير ناشطة من برج الغزال باتجاه تقاطع برج المر، لا تصير كثيفة مثل كل يوم من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. عندنا حركة سير ناشطة اليوم على طريق البحر، خط البحر من عين المريسة باتجاه الروشة. مدخل الشمالي عم بلش اليوم عندنا ضغط سير من النقاش باتجاه أنت الياس، كمان مكملة حركة سير كثيفة وصولا لنهر الموت. عنا حركة سير كمان كثيفة من خط أنت الياس الساحة اللي نازل على الأوتوستراد. بنكمل أوتوستراد عنا حركة سير كثيفة من جسر الدورة باتجاه الكارنتينا، من الكارنتينا برجع بيتحسن عنا السير حسن من الكارنتينا باتجاه شهر الحلو وصولا للصيفة، من الصيفة باتجاه الوسط عن طريق حركة سير كثيفة. اوكي. هذا بالنسبه لحركه السير اليوم. بالنسبه للحوادث اللي سجلت عنا بال 24 ساعه الماضيه، سجل عنا 11 حادث نتج عنهم 13 جريح. نعم. محاضر السرعة الزايده اللي صدرت كمان بال 24 ساعه الماضيه سجل 1023 محضر سرعه. عظيم. لا مش عظيم على الهوله، عظيم على الجوله. اوكي. ميرسي جوزيف، بنحكيكم بكره. يعطيك العافيه. فاصل جديد من بعده، متابع اخبار صباح، خليكم.